هذه المناسبة الرياضية الهامة التي تضمن يوم تجسيدا لبرامج المنافسات الرياضية المصادق عليها من طرف السيد الفريق الأول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والذي يعبر بالفعل على الحرص المؤسسة العسكرية على تفعيل ممارسة رياضية لدى جميع الفئات الأفراد الجيش الوطني الشعبي، وغرس ثقافة المنافسة النزيهة باعتبارها ركيزة أساسية في إعداد البدني للفرد العسكري المقاتل، الذي يعد أحد أهم العناصر في تشكيل قواتنا المسلحة.